قائد كان وجوده كالعافية للناس وكالصحة للأبدان، رحوما عطوفا يشعر بالآخر ومعاناته. اسم صنع للتاريخ مآثر لا تنتهي من بيض الصنائع وفريد الأعمال. جسد بأصالته وحكمته الخلف الصالح لإرث الوالد المؤسس. أدعو الله تعالى أن يوفقنا إلى المزيد من العمل والبناء من أجل وطننا، وأن يجعل عهدنا الجديد عهد خير وفلاح وعهد محبة ووداد، وأن يمنحنا من لدنه النصر والتأييد، أنه تعالى نعم المولى ونعم النصير. هكذا كان المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بحر عطاء لا ينضب وباب معروف لا يوصد وطلة خير لا تكفهر في وجه أحد. ومن هذا الفكر الراسخ أصدر رحمه الله في العام 2007 القانون رقم 20 لإنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، لتصبح إحدى أهم المؤسسات الخيرية على مستوى العالم، مرتكزة على تقديم الدعم في مجالي الصحة والتعليم محليا وإقليميا وعالميا. لم يدخر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، أي جهد في تمكين المجتمع الإماراتي بالمشاريع الإنسانية المختلفة من خلال المؤسسة، كالمساعدات العينية للطلبة ومشروع المير الرمضاني ومشروع إفطار الصائم ومشروع ترحيل السجناء ومشروع صالات متعددة الأغراض ومشروع إنشاء مركز متخصص لأصحاب الهمم في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مشروع مساعدة الطلبة المعسرين الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع على الساحة المحلية، ويشمل الطلاب من المراحل الدراسية كافة على مستوى الدولة. نعم، نعرف أنهم أبناء مثلكم وسعيدين أن نبعد معاكم ونشوفكم، ونتمنى لكم التوفيق في دراستكم، وإن شاء الله تمثلون دولتكم خير تنفيذ. كما قامت المؤسسة بناء على توجيهاته بإنجاز عدد من مشاريع الخدمات العلاجية، وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية وعلاج المرضى غير القادرين على تحمل قيمة العلاج وتكاليفه، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة. تجاوز العطاء الدروب والمسافات والحدود، فعملت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية جاهدة على دعم مشاريع التعليم المهني في دول المنطقة، والوقوف على الاحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال وكذلك رعايتهم، إضافة لتوفير المياه الآمنة عالميا. كما عملت المؤسسة بلا كلل على دعم المجتمعات الفقيرة والمحتاجة،
كالمساكن وغيرها في كثير من الدول المتضررة، مؤدية دوراً كبيراً في نهضة الكثير من المجتمعات حول العالم. من أهم الإنجازات الخارجية التي حققتها المؤسسة في عهد الراحل الكبير بناء سلسلة مستشفيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المغرب ولبنان وسقطرة وجزر القمر وكازاخستان وباكستان، وكذلك المساجد في القدس وكازاخستان والصين، واستثمار 550 مليون درهم في مبنى الشيخ زايد لأبحاث أمراض السرطان في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ومعهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للعلاج التخصصي التشخيصي لأمراض السرطان، كذلك مركز أحمد بن زايد آل نهيان لعلاج أمراض سرطان البنكرياس. ومنذ عام 2014 أطلق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه مبادرة لتطعيم ملايين الأطفال الباكستانيين، وذلك من أجل دعم المبادرة العالمية التي أقرتها الجمعية العامة للصحة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بنهاية عام 2018. خلال عهده تواصلت جهوده الإنسانية. في ديسمبر عام 2016 أعلن المغفور له عام 2017 عاماً للخير. وبموجب تلك المبادرة أطلقت حينها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فضلاً عن القطاع الخاص والمؤسسات المدنية مئات من المبادرات الإنسانية التي تخدم قضايا خيرية داخل الإمارات وخارجها، كما ساهم الأفراد بالتبرعات وساعات العمل التطوعي لخدمة قضايا مجتمعية وإنسانية. من الأنام أناس باقون أبداً في الذاكرة والوجدان، تحسبهم كالسحاب والنجوم، فهم وإن غادروا دنيانا باقون أبد الدهر في الأفئدة والقلوب. شاهدتهم أم لم تشاهدهم، فأنت على يقين بأن ذكراهم حاضرة ما حيينا. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي سطر من خلال مسيرته الإنسانية العطرة أسفاراً خالدة للذاكرة والأجيال، فإرثه الحي سيبقى شعلة خالدة لا يأفل نورها، يتناقلها الإماراتيون جيلاً فجيل.